تهدئة كويسة لنا، يعني بس نرجع للحياة، بنرجع لنصيد سمك، بنرجع نشتغل، بنرجع نتنفس من أول وجديد. دمر هيك، هذه غرفتي كنت عايشة فيها وألعابي اللي كنت بلعب فيهم وكتبي اللي كنت بدرس منهم كلهم راحوا، فيش شي ضل. خلصت الحرب، روحت على البيت، ما لقيتش ولا حاجة سلا، كله دمر شامل. دمر شامل، دمرت أنا وأولادي نفسيا ومعنويا. حتى انا مش عارف، لقيت اني انا اروح اشتغل اجيب قوت يومي ناكل ولا بدي اعمر ولا بسوي، مش عارف.